الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة طبعا الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بامتحان موحد طبعا محلي لمادة النشاط العلمي القسم السادس ابتدائي. فوالا نقرأ الأسئلة. جو كومبليت لي فراس ديسي باغ لي مو سويفون. ديوكسيجين يعني ثنائي الأكسجين، ميلانج خليط او ديازوت، لير ايتان دو غاز، ايتان ان بوان دو غاز سون دو كونستيتيسيون اسونسييل سون لو شكون هو لولا انفيرو لي في 21% لي في 21% دو فوليم توتال اي لو لي عندو ثاني انفيرون 78% 78% هذا بالنسبه للتمرين الاول. التمرين الثاني يقول لنا قام محمد بوضع ثلاث شمعات وغطاها بأواني مختلفة الساعة. بعد مرور طبعا الوقت لاحظ أن الشمعات طبعا لم تختفي في الآي نفسه، يعني في نفس الوقت. لاحظوا طبعا الإناء الأول، الإناء الثالث، الإناء الثالث، فطبعا هذه الأواني تختلف من حيث الحجم. هذا الحجم صغير متوسط وحجم كبير. ما هو الإناء الأكبر سعة؟ ما هو الإناء الأكبر سعة؟ هذا واحد أو اثنان أم ثلاثة؟ لماذا انطفأت الشمعة رقم واحد قبل باقي الشمعات؟ طبعا الشمعة هنا في رقم واحد، لماذا انطفأت قبل باقي الشمعات؟ هنا أحدد الفرق بين التحولات الفيزيائية وطبعا الكيميائية بوضع علامة أمام العبارة الصحيحة. هنا عندنا صحيح خطأ. العبارة التغير طبعا الفيزيائي تحول انعكاسي. هنا يمكن المادة إلى حالتها تعود إلى حالتها الأصلية في التغير الفيزيائي. يمكن للمادة أن تعود في حالتها الأصلية إلى التغير الكيميائي. التغير الكيميائي، التغير الكيميائي تحول يؤدي إلى تحويل المادة إلى مادة جديدة. صنف التغيرات التالية طبعا إلى كيميائية وفيزيائية. انكسار الزجاج هل هو كيميائي أم فيزيائي؟ صدأ الحديد. أتمم الخطاط التالية بالعبارات جانبا وجانبا موضح الأعضاء المدخلة في التحركات الإرادية. عندنا العصب طبعا الورقي، النخاع الشوكي، ثم المستجيب الحركي. لاحظوا الباحة الحركية اللي هي تتواجد بالدماغ، شنو هنا نديرو من خلال الاختيارات. ثم هنا نقل السيارة العصبية الحركية، ثم أخيرا نصغروا هذه، نصغروا مزيان. نعم جيد. عندنا هنايا سلبي سهم بين المرض وأسبابه، فقدان ذاكرة، وعندنا السكري والسمنة. إذا عندنا سوء التغذية وعندنا هنا التدخين، سنصل بين بسهم بين المرض وأسبابه. نعم السؤال واضح. هنا دابا نصغروا هذه مزيان. جيد سنقوم بالإجابة. احنا قلنا ليغ إيتان ميلانج خليط، ميلانج إيتان ميلانج دو غاز. طبعا سي دي كونسيون سي سير، لكن الاولى الديوكسيجين هو اللي فيه ثنائي الاكسجين واللي فيه 21%، وعندنا ديازوت هو اللي فيه 78%. ديازوت سنعرفوا ان الهواء مهمه هذه بزاف، نتوقف عندها. ان الهواء عنده عنصران اساسيان غازان طبعا اللي هما ثنائي الاكسجين وثم ثنائي الازوت. الازوت نعم. طبعا بالنسبه للإناء اكبر سعه والإناء ثلاثه حسب الشكل اللي عندنا. وهنا انطفأت الشمعة طبعا رقم واحد لأن الإناء طبعا ذو سعة صغيرة، وطبعا بالتالي كمية الأكسجين ثنائي الأكسجين تما قليلة. نعم بالنسبة للسؤال هذا هو الصورة موضحش مزيان هنا الصحيحة، لكن بالنسبة للسؤال الثاني طبعا غير صحيحة. أما طبعا قلنا التحول او التغير الكيميائي يؤدي الى طبعا تحول ماده الى ماده جديده، صحيح. هذا هو الكيمياء. فانكسار الزجاج مثلا فهذا فيزيائي،
يرتاحوا مزيان، ولكن الصدأ الحديد فهذا كيميائي. نعم، إذن هنا عندنا طبعا قلنا الباحة الحركية تولد الدماغ، فهنا كاين النخاع الشوكي، النخاع الشوكي هنا نقص السيالة العصبية الحركية طبعا العصب الوركي، العصب الوركي، ثم هنا المستجيب الحركي، المستجيب الحركي، نعم المستجيب الحركي. اسم اعتذر طبعا بقاتنا هذه هي هذه. نعم هنا عندنا طبعا فقدان الذاكرة، التدخين يؤدي إلى فقدان الذاكرة، بينما السكري والسمنة فطبعا ناتج عن سوء التغذية، السكري والسمنة ناتج عن سوء التغذية. ترقبوا الحصة القادمة إن شاء الله، نديروا فيها ملخصات لجميع طبعا دروس النشاط العلمي مع الشرح المفصل إن شاء الله.